السلام عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: من يقول إن الكسوف أو الخسوف سيحصل في يوم كذا وكذا، هل هذا من ادعاء علم الغيب؟ لا، هذا من علم الحساب، من سير القمر وسير الشمس، هذا يعرفه الحسابون من قديم، ليس هو من علم الغيب، لأنه يدرك بالحساب، والذي يدرك بالحساب هذا ليس من علم الغيب. نعم.